بداية حديثك أنت ذكرت مسألة مهمة، هي مليار دولار واحد فقط، نحن لدينا أكثر من 100 مليار دولار في البنك الفيدرالي الأمريكي، وهي من مستحقات مبيعات النفط العراقية التي يستحقها العراق، الأمر منطقي طبعا، ولكن نحن نتحدث سيدي الكريم عن مساعدات أمنية. قطع هذه الأموال المليار دولار من المساعدات الأمنية، هل يعني بشكل آخر للعراق بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة أن تقطع الدعم الأمني على العراق، بل حتى مسألة الاستشارات التي هي بقيت آخر شيء على المستوى الأمني بين الولايات المتحدة والعراق، هل هذا ما يجب أن ينظر له العراق في الفترة القادمة؟ يعني هذا سؤال مهم ومحوري الحقيقة في حلقة اليوم، لأنه المساعدات هي مرتبطة بما يسمى القضاء أو متابعة فلول الإرهاب، والذي ربما العراق يمثل جزء حيوي من هذه المخاوف العالمية من عودة الإرهاب. لذلك أنا أعتقد أن مهما تحدث القادة الأمريكان عن هذا الموضوع، مهما ثبتوا من عيوب في مسألة دفع معونة للعراق في هذا الجانب، فإنه لن يتحقق، لأنه أولا الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر العراق قطعة من ولاياتها. هذا الموضوع أيضا يجب أن يدرك، الولايات المتحدة الأمريكية جاءت من أجل أن تبقى ليست بالجيش والعسكر، وإنها تبقى بأدواتها العراقية اللي قبلت أن تكون أدوات للمحتل، ومن ثم قبلت أن تكون يعني الطرف الذي يتعاون معه تحت المسميات التي يختارها هو، وأيضا حتى تبرر أفعالها داخل العراق بهذا المسمى أيضا، القضاء على الإرهاب أو متابعة فلول تنظيم داعش الإرهابي. لذلك لا تأتي حكومة في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بالتقاطع مع هذه المساعدة. الدول الأخرى ممكن، يعني دول في أفريقيا، دول في أمريكا اللاتينية، دول في آسيا ممكن، لكن العراق أمريكا النافذة التي تطل منها أمنيا وعسكريا على العراق هي من خلال هذه النافذة، مكافحة الإرهاب و يعني ضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى الواجهة من جديد. لكن أنا طيب جميل جدا دكتور، ولكن